ازيكم، معاكم الشيف بطوطة. النهاردة بقى هنعمل كيكة سهلة جدا وجميلة بالزبيب الأحمر، هتجربوها هتعجبكم جدا. تعملوها وتشربوها مع الشاي، حاجة كده في منتهى اللذاذة. بصوا الكيك معايا هش وجميل ازاي، تحفة. ما تنسوش لايك للفيديو وشاركوه مع أصحابكم، ومن اللي لسه ما اشتركش في القناة بسرعة يشترك عشان يوصل لكم كل جديد. أول حاجة عندنا 4 بيضات كبار، هنضربهم كويس جدا بالمضرب لحد ما يعملوا معايا فوليوم زي ما انتم شايفين كده. هنبتدي بقى نحط كوباية سكر، والكوباية اللي عاير بيها السكر عاير بيها الدقيق. هنضربهم برضو ضربة كويسة كده، بيبتدي الخليط معايا يبيض ويبقى بالشكل الجميل ده. هنحط بقى فانيليا سايلة، 1/4 كوباية زيت، وعندي 160 جرام زبدة مسيحاها على نار هادية خالص عشان تسيح معايا بس. تمام، هنضربهم بقى نديهم ضربة كويسة كده. عندنا 3 كوبايات دقيق كيك، هننخله ونحطه بالتدريج. عندي بقى باكت كيك شيف، هحطه كله، هبتدي بقى اقلب كويس علشان اضمن ان هو تدخل كويس مع الخليط. عندي كوب لبن حليب ساقع، وهكمل باقي الدقيق. عندنا بقى زبيب احمر انا نقعاه نص ساعة في مية سخنة علشان يطرى معايا وينفش. هقلب بقى عليه شوية من الدقيق بتاع الكيكة كده، كده حطيت كل كمية الدقيق اللي عندي. هديها بقى ضربة سريعة كده، وابتدي بقى احط الزبيب الاحمر بتاعي في قلب خليط الكيك. انا قلبت مع خليط الكيك علشان خاطر انا عايزاه يبقى اما اقلب الكيك يبقى باين على الوش. لو انتوا عايزينه جوه الكيك هتحطوا طبقة كيك وتحطوا ترشوا الزبيب، مش هتقلبوه مع الكيك. تمام، حطيت بقى اخر حاجة باكت فانيليا باودر، وعندي بقى القالب اللي انا هحط فيه الكيك مدهون بسمنة. هو القالب كان صغير فانا حطيت في قالب، كملت بقية الخليط في قالب تاني. عندنا بقى فرن مسخنينه على درجة حرارة 200، الرف في الوسط. الفرن لازم يبقى شغال قبل ما ابتدي الكيك. الكيكة استوت معانا وبقت زي الفل، بختبرها من النص كده، اما تطلع العصاية بتاعت نظيفة خلاص تبقى الكيكة مستوية جميلة. هنسيبها لحد اما تبرد خالص وبعد كده نقلبها. ان شاء الله تجربوها وان شاء الله تعجبكم، وما تنسوش لايك للفيديو والاشتراك في القناة، ونتقابل في وصفة جديدة مع الشيف بطوطة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.